صباح الجمال، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا صباح كده البانكيك، ايه رايك في الجمال والحلاوه؟ النهارده بقى هقول لك على انجح واحلى طريقه للبانكيك. عايزه اقول لك كده، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. تحطي عليه عسل، تحطي عليه شوكولاته، اكبر كميه بانكيك بنص كوبايه من الزيت وبيضه واحده بس. ادي اول طبق يا جماعه، عادي، وطبق بالشوكولاته كده، حاجه كده فاخر من الاخر. اللهم صلي كده على سيدنا محمد. ايه رايكم في الجمال؟ طب ايه رايكم في الحلاوه؟ يا ريت تشجعوني كده يا اخواتي قبل ما نبدا على الفيديو بلايك وكومنت وشير. بحبكم في الله، وقولوا لي كده ايه رايكم في فيديوهاتي، وبتتابعوني من انهي بلد، لاني بصراحه وجودكم كده على راسي من فوق. اهلا وسهلا بيكم، نورتوا قناه المتواضع. ايه رايكم بقى في البانكيك كده؟ قاعده كده اهوت كسلانه، ولا بيا ولا عليا، وبصراحه طالبه معايا ان انا اكل حاجه حلوه. ما لقيتش عندي والله في التلاجة غير بيضه واحده بس ونص كوبايه زيت. اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش، لازم اطلع العظمه اللي قدامكم دي. حاجه كده تعمليها لضيوفك، تعمليها لاولاد في اللانش بوكس، حاجه فاخر من الاخر. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول. اول حاجه انا هحط كوبايه الا ربع من السكر، تمام، عليهم نص كوبايه زيت، وعليهم بيضه، تمام كده. انا بصراحه هنا ما كانش متوفر عندي لبن حليب، فكان متوفر عندي ايه القشره دي، مش مشكله خالص هنشيلها، تمام. شلنا القشره بقى كده اهوت، كان عندي لبن بودر، فحطيت معلقه كبيره وحطيت كوبايه الا ربع من الميه، تمام، يعني بميه عادل كوبايه الا ربع من اللبن، وضربت كل الكلام القمر ده في قلب بعض. معايا هنا كوبايتين، بس كوبايتين الكوبايه ما كانتش كبيره قوي، يعني مش 250، تمام، كانت اقل من كده، كوبايتين من الدقيق، وعليهم معلقه من البيكنج باودر. قلبتهم كويس جدا جدا، ضربت العظمه دي معايا في الخلاط، وقمت مسميه الله، ونبدا بقى نقلب كل الكلام الحلو ده في قلب بعض، تمام. حسيتي هنا ان قوام العجينه بتاعتك تخين شويه؟ هو كده كده البان كيك يا جماعه بيبقى اتخن شويه من عجينه الكيكه، تمام، لان هو ما بيتحطش في فرن ولا حاجه، بيتعمل على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين نقلب كويس جدا، ولو احتاجت معانا بق لبن بق ميه نزود لها، ما فيش اي مشكله خالص، ولو حبيت تحط لها ربع كوبايه ميه ما فيش اي مشكله خالص، تمام. خلاص كده ده قوام البان كيك. لا حسيته تقيل سيكه، حطيته معلقتين من الميه، ده القوام المظبوط جدا جدا. عندك بقى هنا كيس حلواني ما فيش مشكله، ازازه ميه مثلا كده، وتفتحي فتحه في الغطا من فوق، مفيش اي مشكله. انا بصراحه كان عندي العلبه دي بتاعت عسل، وكانت فيها فتحه من فوق، تمام، فصبيت فيها الخليط زي ما انتم شايفين، قسمته بالنص، عملت كده نص زي ما انتم شايفين فانيليا، والنص الثاني اسيبه كده. لا طبعا ما اسيبوش كده، ولو وصلت معايا لغايه هنا وما حطيتش اللايك والله زعلانه، زعلانه جدا جدا. قفلت بقى كده اهوت زي ما انتم شايفين وركنتها. جبت بقى معلقه من الكاكاو الخام او الكاكاو المحلى، اي حاجه متوفره عندك، المهم انا هاخد معلقه واحده بس واحطها على الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين. ده كان ميكس خام على محلى، تمام، وقمت مقلبه كده اهوت زي ما انتم شايفين، وكده اصبح معايا البان كيك بالشوكولاته وبالفانيليا، تمام كده. عايزه اقول لك بقى لو مش متوفر عندك صينيه خالص، يعني حاجه تفضي فيها، مفيش اي مشكله، اعمليه بالمعلقه زي ما انت شايفه كده. نسمي الله، عندي حاجه تكون ما بتلزقش فيها اي حاجه زي ما انتم شايفين، ومش دهنها اي حاجه، تمام، نسمي الله ونعمل كده بقى الدوريات على قد ما انت عايزه. زي ما انت شايفه كده انا عملت بصراحه هنا حجمين مختلفين، يعني عملت صغير وعملت المتوسط اللي انتم شايفينه كده. زي ما انتم شايفين العجينه كانت ناجحه جدا جدا، اللهم بارك. تسيبيها كده اهوت لغايه لما تعمل ايه مفقعات كده من فوق زي ما انتم شايفين كده اهوت، تمام، تحسوا كده ان الحرف بتاع العجينه رفع معاكي زي ما انت شايفه كده. نبدا نسمي الله ونقلبها. جت على البان كيك التاني عادي جدا، مفيش اي مشكله، هنقلبها برده زي ما انت شايفه كده، اللهم بارك. ما بياخدش اصلا دقيقه مثلا على البوتاجاز ولا حاجه، وبيطلع معاكي خطيره. عايزه اقول لك بجد انا بهرت عيالي بيه، ما شاء الله اكبر كميه، عملت لي كميه كويسه جدا، اللهم بارك كده زي ما انت شايفين كده اهوت. نسيبه برده على الناحيه التانيه كده دقيقه، زي ما انت شايفه استوى معايا وبقى زي الفل. على فكره الناحيه التانيه ما بتاخدش يعني ايه اللون والحلاوه اللي هي بتاعت اول ناحيه، تمام، زي ما انتم شايفين كده اهوت. خلاص استوى معايا، هقوم شايلاه ونعمل برده مره ثانيه ومره ثالثه لغايه لما اخلص الكميه كلها اللي معايا. خلاص كده، دي بالنسبه للازازه اللي انا اشتغلت بيها، وهجيب لكم دلوقتي اهوت زي ما انتم شايفين. انا بحط هنا الشوكولاته بالمعلقه، يعني لو مش متوفر الازازه عندك مفيش اي مشكله، ما توقفيش نفسك على حاجه، تمام يا قلب اختك. زي ما انتم شايفين كده اهوت ما شاء الله، معلقه كده ونحاول ان احنا نفرتها. وهنا انا عايزه اقول لك ان العجينه اتخن من الكيكه، يعني شايفه القوام كده عشان ما يفرش منك قوي زي ما انت شايفه، اللهم بارك كده، وبينشف معايا، بيتشف كده على طول، اللهم بارك. ونقلب كده بكل سهوله خالص، وبيطلع معاكي عجينه ناجحه جدا جدا، تمام كده. بصراحه انا كان عندي كام حته شوكولاته كده، فقمت مسيحاها على حمام مائي، وبحس ان انا ايه احطهم عليه من فوق، خلاص كده. وممكن عسل مثلا، عسل ابيض، تاكليه كده زي ما هو، بجد كان خطير، كان طعمه اصلا في كل الحالات كده كان تحفه. ادي اول طبق زي ما انتم شايفين بالشوكولاته، وادي طبق بالفانيليا، حاجه كده اختراع، حاجه فاخر من الاخر، اللهم
اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين جبت بقى الاطباق كده للولاد كده عشان احسسهم ايه ان انا جايبه لهم اكل من بره. امال ايه، هنا بقى حطيت عسل زي ما انتوا شايفين، والناحيه الثانيه هحط الشوكولاته. تمام، اهوت بصراحه الميكس بتاع العسل خطير والميكس بتاع الشوكولاته خطير. تمام، ادم طبعا ايه ما كانش عايزه زي ما انتوا شايفين كده، اهوت يقول لي لا يا ماما انا مش عايزه كده. قلت له امال انت عايزه ايه يا ادم؟ قال انا عايزه شبه التورتايه كده. قلت له عينيا حاضر. قمت رايحه جايبه الطبق بتاعه بقى ورصيته له كده فوق بعض، وقمت حاطه له من فوق شوكولاته. هتشوفوا الشكل برده في الاخر. يعني بصوا كل واحد فيهم كان عايز حاجه فعملتها له. مكوكه خد الطبق زي ما انتوا شايفين كده، وحبيبه خد الطبق، وادم هو ايه اللي بيحب يخترع زي امه كده زي ما انتوا شايفين. فقمت رصاهم له كده فوق بعض، وقمت حاطه له عليهم شوكولاته من فوق، وينزلوا كده هو عايز يشوف ايه نافوره الشوكولاته. بس والله ما كانش عندي يعني شوكولاته كتير، هو كان كام مكعب بس، وانا ايه حاولت ان انا اسيحهم كده وزبطت لهم الكلام زي ما انتوا شايفين كده. هو ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه؟ كومنت كده حلو زيكم.